ما يصير مش على ما يصير ناس ناس كلها بتسال ترى على ابنا وهم قاعدين على بعد الشغل 10 ونص بعد 10 ونص نص يوم ومين اللي حددنا على نص يوم انت عايزين انت اهلي تبع عايزين انت اهلي من هنا عايزين يوم دراعه عشان يبقوا دراعه عشان يمشيين رئيس عيشة ظلم بظلم من البيت للشغل كله ظلم بظلم مش عايشين حياة ده احنا عايشين ملل وعايشين فوضى وعايشين ايه كل الناس دلوقتي بتعمل ايه دلوقتي البلطجة اللي شغالة بسبب البطالة البلطجة اللي شغالة من يوم الثورة مش شايفين الا المر شايفة ان لهم حق ان هم يوقفوا المترو لا مالهمش حق ما هم الناس اللي هتاكل عيش تروح فين قولوا لنا على باب نخبط عليه وناخد منه لقمة عيش حد يقول لنا كده او حد يجيب اليومية اللي هتضيع دلوقتي وهتتخصم من المرتب حد يديها لنا بقى هنعمل ايه بقى كل واحد بياخد على حساب الشهر هيجي يقبض بالشهر الشهر هيجي ويقبض والناس اللي مديرة هناك وانت تأخرتي وانت عملتوا والتأخير ده كله بيجيبوا الذنب علينا احنا ويبقى الذنب عندهم هم هنقول لمين حد يقول نقول لمين يا مصلحة والله العظيم لكم كلكم معلش اليوم في ساعة وهيشتغل لكن دلوقتي انت بنت معلش عايزة تروحي سلمى كنت هتروحي الجامعة بتاعتك اخواتي اللي موجودين كل واحد عايز يروح شغله لا قدر ولا يكون وما قدام المترو بياخد ايه خلاص عارفه ما يروح يرفعها بتاعت يرفعها قضيه ولا حاجه وعايزين مستيول ده هي الغلطانه يجيب عليها الغلط ما ينفعش يا بنتي يا تيجي تقول والله العظيم للمصلحه يا جماعه الواحد لو يعرف الصح من الغلط هما بيتكلموا صالح للبلد لينا احنا دلوقتي المترو ده كلنا يعني هي وصلت مواصلات لينا دلوقتي انا عن نفسي دلوقتي اخواتي اللي موجودين اقسم بالله العلي العظيم انا لو ما اشتغلتش يوم بيوم هي ليه من غير عشاء والله وبالله لو بقيت يوم بيوم هي ليه من غير عشاء لا معلش انا ست بنزل اشتغل تحت مش عيب ولا حاجه